سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناتي، قناه مطبخ سلمى. مرحبا بكم. نبغي نقول للبنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، نقول لهم مرحبا بكم، و الى عجبكم الفيديوهات ما تنسوش ديروا جيم وتشتركوا بطبيعه الحال في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد. كيف ما شفتوني اليوم انا نشارك معاكم صفة كتجي زوينه، كتجي رائعه. ندوزو ان شاء الله نبداو على بركه الله. بنات، عندي هنا كيلو تل كيلو ربع ديال الصفه. غدا نبسبسها بالزيت كامله. شويه الزيت، ماشي بزاف، المهم بس بسوها بالزيت صافي. غنجيب الكسكاس ديال البرمه وغادي ندير فيها هذيك الزفه ونديرها تفور. صدقوني بنات، هاد الزفه كتجي زوينه. كنتمنى باش تبعوا المراحل ولكن راه كتجي غزاله. المهم البنات، دابا غادا ندير الكسكاس فوق البرمه. انا دايره البرمه يعني غاليه. صافي، ودرت هذيك البلاستيكه تكون نقيه ديال الكونجيلاتور وحزمتها بشي خيط اولا حزام بحال هكا. ندير فوق من السربيته ونكفي عليها التبصيل ونخليها حتى تطيب على خاطرها تقريبا شي نص ساعه ونعاودوها ان شاء الله. المهم بنات، من بعد ما فارت وطلعت يعني طابت ليا مزيان، خديتها شي نص ساعه. صافي، غادا نحيد الكسكيس. وانا عاودها نكون موجده شي مش دا شيبينيو عامر بالماء بارد. المهم نحطه ونخوي عليه الماء بارد. صافي، وغدا نحلها في هذاك الماء بارد بحال هكا ونخليها شي 5 دقائق. صافي، ونصفيها في الكسكيس ونخليها تشرب. مازال نطوها الماء بارد يعني ما روبيني.
صافي انا خليتهاش 5 دقائق، يعني نبدا نصفي وندير في كسكاس. صافي البنات، من بعد ما صفيتو خليتها حتى شربت، غادي نرجعها فوق البوطة، يعني هذه الثانية نرجعها فوق البوطة ونعود لها نفس العملية تاع قبيلة، ندير الميكا ونحزم. وندير فوق منه الطبسيل. صافي البنات، من بعد ما فارت غدا نسقيها مزيان بالماء، يعني غنعطيها الماء شي جغرار بحال هكاك ونفرسك ونخليها تشرب. انا نعطيها الماء وهي تشرب، يعني الصفه غير عطوها الماء ما تخافوش منها. انا دابا غندير الجغرارف ونشوف. نزيد الماء لان شربات ليا. هذا الماء انا درت فيه الملحه، درت فيه شويه الملحه. صافي غادي ندير درت الزبده وندير جوج معالق تاع السنيده. ندير السنيدة على حسب الذوق. تذوب ديك الزبدة وتشرب ليا ونرجع مرة أخرى فوق البوطة. المهم درنا الأولى والثانية، المهم هذه الثالثة نشوف. المهم انا معاكم، الى طابت ليا في الثالثه غنخليها، الى كان باقي خاصها شويه نزيدها واحد الرابعه، ولكن ما نكثرش ماشي بزاف. المهم البنات انا اكتفيت بهذوك، يعني بثلاثه طابت ليا مزيان. درت هذوك خطوط بالقرفه، نديرها على شكل ضامه، يعني كيقولوا لهاد الزواق، يعني زواق ضامه. صدقوني راه جا زوين بالنسبه للبنات اللي ما كتصدقش ليهم الصفه اولا اللي كتعجل ليهم، راه كتجي زوينه وما كتلصق ما حتى شي حاجه. هنا عندي العنب ما طيبتوش، يعني غير طيبت الماء كبيتو عليه وصفيت داك الماء وعاود كبيت عليه ماء واحد اخر طيب ودرت فيه السنيده. وبالنسبه للبنات اللي باو يعسلو حتى الا طاب كيتنفخ، انا كنبغي يبقى بحال هكاك مكمش. هناك عندي كاوكاو مقلي ومحمر ومطحون. سكر غلاسي البنات،
صدقوني يا بنت الله، البنات لك تجي زوينه وبنينه وما كتعذبناش، حيت كاين شي صفه كتعذب وكتعجن. الا درتي لها الطريقه راه ما غاديش تعذبك وما غاديش تعجن ليك. وبالنسبه اللي بغيتي تاخذوا الصفه مزيانه، خذوا ديك الاتقان ولا الزرده، اتقان ولا الزرده. صافي البنات، هي هذه الصفه ديالنا. المهم نكمل ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات، هي دي الصفه ديالنا. من بعد ما طابت وجدات كتجي على هذا الشكل. كنتمنى باش تعجبكم، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي مره اخرى. مرحبا بكم في قناتي، واللي ما اشتركش في قناتي اشترك، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. كنوعدكم ان شاء الله مزيد من العطاء وبزاف تشهيوات ان شاء الله. السلام عليكم.